مستشار السوداني، الحكومة ركزت على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وغيوم وارتفاع بالحرارة طقس العراق حتى نهاية الأسبوع. واليوم العراق يرسل طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية إلى مدينة حلب السورية. والحرس الثوري الإيراني زوال أمريكا من المنطقة آن أوانه. ووفق سعر صرف الجديد ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي واقتصادي يعلق. متابعينا الكرام، يرجى دعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، ونوافدكم بكل خبر جديد وحصري. الخبر الأول، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان زيدان خلف عبيد اليوم الأحد أن جهود الحكومية ركزت على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة فيما اعتبرها أخطر من الإرهاب. وقال عبيد خلال مؤتمر صحفي لمكافحة التطرف العنيف إن التطرف العنيف لا يشمل على الإرهاب، بل يشمل بعض الأفعال والتصرفات ومنها ما يتعلق بانتزاع الاعتراف والتعذيب، لافتا إلى أن رئيس الوزراء على فتح تحقيقات موسعة بمثل هذه الأحداث لاتخاذ إجراءات القانونية. وأضاف وردت لنا أكثر من 1000 شكوى من الادعاء العام إلى لجنة حقوق الإنسان بهذا الخصوص، مبينا أن الجهود الحكومية ركزت على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وهي أخطر من الإرهاب. وأكد مستشار السوداني اتخذت الإجراءات اللازمة للحد منها، ومنها القبض على المطلوبين واستعادة الأموال واتخاذ الإجراءات بحقهم، مشيرا إلى أن التصدي للفكر المتطرف لا يقتصر على جهود مؤسسات الدول، بل يحتاج إلى جهود حثيثة من الفئات المجتمعية منها خطباء المساجد لتبني خطاب منع التطرف والإرهاب. الخبر التالي، أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأحد توقعات لطقس الأيام الأربعاء المقبلة، فيما أشارت إلى ارتفاع جديد في درجات الحرارة. وذكرت الهيئة في بيان أن الطقس يوم غدا الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحوا مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد. وأضاف البيان أن طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا وأحيانا غائما في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا. الخبر الثاني، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الأحد إرسال طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية إلى مدينة حلب السورية. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد إن طائرة ستنطلق بعد قليل، إضافة إلى طائرة أخرى مساء اليوم إلى مدينة حلب تحمل أطنان من المواد الغذائية المتنوعة. وأضاف أن تلك المبادرة تأتي ضمن سلسلة الجسر الجوي الذي وجهه بإنشاء رئيس محمد شياع السوداني. الخبر التالي، قال مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا نقدي إن وقت أفول الولايات المتحدة قد حان، وأن قدرتها السياسية التي كانت تعين الملوك في المنطقة اضمحلت. وفي كلمة ألقاها لمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية ذكر النقدي إن الولايات المتحدة باتت تنحني أمام الاقتصاد الصيني، وأضاف أن الأمريكيون يقولون منذ 25 عاما بضرورة قضاء على حركة حماس، وينادون منذ 30 عاما بوجوب إنهاء حزب الله، لكن هاتين الحركتين المقاومتين لا تزالا تستعرضا قوتهما. وتابع كما أن أمريكا خلفت 6000 قطعة سلاح في أفغانستان وخرجت صاغرة من هذا البلاد وهربت هروبا ولم تستطع حتى إجلاء عملائها. ونقلت وكالة أنباء عن نقدي إن العدو لن يمر مرور الكرام على تطور إيران وتقدمها، وأضاف إن العدو لن يتخلى عن عداوتها للنظام الإسلامي، وإن إيران سجلت نجاحات عديدة على الصعيد العلمي. الخبر التالي، وفق سعر صرف الجديد ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي واقتصادي. سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية ارتفاعا قياسيا اليوم الأحد 12 شباط فبراير 2023، حيث وصلت إلى أكثر من 300 مليون دولار. وإلى هنا وتنتهي أخبارنا اليوم الأحد 12 فبراير من عام 2023. الرجاء لا تنسوا دعم القناة بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، ونوافدكم بكل خبر جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.